حاجة احنا بنرحب بيها في مصر، وهي طبعا كانت في امريكا، فسيستم محترم مع سيستم الاهلي طبعا زي امريكا بالظبط، فده هيضيف كتير للاهلي وليها كشخصية في السي في بتاعها. فان شاء الله اتمنى كل التوفيق، وباذن الله ان هي هتضيف كتير للنادي الاهلي ان شاء الله. هي لعيبة ممتازة وسافرت بره يعني خدت خبرات، فانا شايفة ان هي هتفيد هنا النادي بخبراتها. الاهلي اوريدي انها هتضيف، لان هي لعيبة مميزة جدا جدا في الدوري الامريكي، فاوريدي هي احنا هنستفاد منها جدا جدا هنا، ودي اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي ان هو جابها بامانه. يعني والله انا شايفه ان هي هتضيف لنادي الاهلي، لان هي عندها اكسبيرينس عاليه او خبره عاليه من بره، فهتيجي تضيف لنادي الاهلي طبعا. هي لاعبه يعني قطعا ممتازه ولها خبرات متعدده في اوروبا، فان شاء الله هتكون اضافه قويه لافضل فريق مش في مصر، في افريقيا كلها. نادين كانت بتلعب في دوري يعني اكتر دوري معروف في العالم ان هو دوري قوي، فان شاء الله هتكون اضافه كويسه للنادي الاهلي، وتقدر ان هي تحصل على بطولات بقى مع النادي الاهلي ان شاء الله. احب اوجه رساله لنادين، اقول لها نورتي الاهلي، ويا رب دايما تحقق بطولات مع الاهلي دايما. بتمنى لها التوفيق وانها تشد حيلها كده، ويعني تمشي مع الفريق وتحقق النجاحات زي ما الفريق الاهلي اوريدي معودنا على النجاحات. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله تعمل حاجات كتير ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. ايه بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يعني تزود يعني تزيد من فريق وبطولات وكده، يعني تاخد معانا بطولات ان شاء الله. احب اقول لها بالتوفيق، وهتبقى اضافه حلوه للفريق، وفرحانين انك هتبقى معانا.